طبعا الدكتور وائل صفوت رئيس اللجنة الدولية لعلاج إدمان التبغ. دكتور وائل مساء الخير. مساء الخير يا كابتن ميدو، وبجد مبسوط بالحلقة وبالكلام الجميل اللي بيتقال فيها، ويعني تو ذا بوينت جدا، يعني هايل هايل، ربنا يكرمك. يعني بشكرك يا فندم. انا بس عايز اعرف من حضرتك، وحضرتك يعني تقول لنا يعني مدى خطوره استخدام لاعبي كره القدم لماده التبغ، ومش باستخدامها كمان بشكل اعتيادي او شكل عادي عن طريق الانهيلنج او عن طريق الاستنشاق، لكن عن طريق الدم. ايه خطوره الكلام ده على لعيبه الكوره وعلى الناس بشكل عام؟ يعني طبعا انا مبسوط طبعا بالحلقه، لان كمان الكلام اللي بيتقال من الدكتور ومن كذا حد اللي اتكلم ومن حضرتك، وان انتوا ناويين تبقى حمله ما تبقاش يعني حلقه وخلاص وعنوان وخبر وخلاص. والمشكله طبعا، او اللي انت اشرت ليه كمان، ان انت بتتكلم على التبغ، يعني هي السنوس ده نوع من منتجات التبغ، وشركات التبغ مره بتخش بسجاره، مره بتخش بايكوس والمنتجات التبغ المسخن او الفيب والحاجات بالظبط. فالتبغ بصفه عامه الماده الاساسيه المشكله فيه هي النيكوتين. النيكوتين ماده ادمانيه، وهذه الماده الادمانيه بتخلي الشخص مش قادر يبرفورم، يبقى عنده حالته المزاجيه مش قادر ان هو يتعامل ويبقى ديبندنت وبيبقى معتمد عليها عشان يبقى ده. بيقولوا العكس يا دكتور، بيقولوا العكس في حاله نقصها. في حاله نقصها انا فاهم قصدك. اما هي الشخص الطبيعي بيقدر ان هو يتعامل مع الضغوط بشكل طبيعي، وزي ما كان الدكتور بيقول السايكوثيرابيست بيقدر ان هو يقول حاجات اغذيه حتى ممكن يخلي الشخص يفرز مواد تخليه هادي وبيتعامل مع الضغوط. لما الواحد بياخد اي منتج تبغ بيعتمد على هذا المنتج ان هو مش هيبقى طبيعي الا لما ياخد الجرعه بتاعته، زي الفيلم بتاع محمد هنيدي اديني الحقنه بسرعه محتاج الجرعه. طب انا دكتور معلش، بيبقى معتمد عليها. دكتور عايز اسالك سؤال. صوت. تمام. انا وانا السنوس ده على فكره من قديم الازل. اكيد. تمام. انا سنه طبعا. 2001 كنت بلعب في نادي جنت البلجيكي. جنت. كان عندي 17 سنه، كان عندي لعيب زميلي نرويجي وكنت بشوفه على طول بياخدها، وكان لعيب كبير قوي، كان لعيب يعني من اللعيبه، كان في منتخب النرويج يعني مش هقول اسمه. وطبعا بحكم سني وبحكم ان انا راجل بجرب وكل حاجه، قلت له ايه ده؟ فقال لي ده بيخليني ريلاكست وبيخليني تشيلد قبل الماتش وبتاع. فقلت له طب هات. والله العظيم يا دكتور البتاع حطيتها بالظبط 3 دقائق 3 مينتس ودخت. لما قمت وقفت لقيت نفسي ان انا ايه البلاد بريشر اتغير. لا دخت بجد. فانا اكيد اللعيبه اللي بتاخدوا السناس ده لما بياخدوه في الاول بيتعبوا، ايه اللي بيخليهم يا دكتور يكملوه طالما ان هم اول مره بياخدوه بيتعب؟ ما هو طبعا التبغ فيه نيكوتين، النيكوتين لما بيخش على المخ بيعمل حاله مزاجيه معينه. اول مرحله بتعمل زي ما الدكتور قال كده الدوره الدمويه بتبقى فيها لخبطه، ضربات القلب ممكن تبقى سريعه، فاول جرعاته بتبقى متعبه. بعد كده الشخص بيعتمد عليها عشان يفرز ماده اسمها الدوبامين واسيتايل كولين وحاجه اسمها نورابينفرين. فساعات بتهدي بعض الناس وساعات بتنشط وبتخلي الشخص عنده وده مبني على ايه يا دكتور؟ بعد اذنك انا اسف دكتور وائل، ثانيه واحده دكتور عبد الرحمن، ده مبني على ايه؟ يعني دكتور وائل دلوقتي بيقول لنا ان في بعض الاشخاص ممكن يتناولوا ماده التبغ بنسبه عاليه وتبقى تاثيرها ايجابي، وفي ناس ممكن يتعبوا منها، ده مبني على ايه؟ على صحته في الاساس ولا هو واكل ايه اصلا؟ لا مبني على جسمه مستقبلاته اكتر للدوبامين ولا الاستايل كولين ولا النور ادرينالين. هل هو جسمه عارف يقول لك انا خدت ده هايبرت وخدت ده مت؟ هو في لعيبه كده او في شخص، بلاش كلمه لعيبه، ممكن ياخد المنتج من النيكوتين يطلب معاه هايبره وتلاقيه اكتنج بشكل قوي جدا. وفي واحد لما ياخد نسب النيكوتين العاليه تلاقي ان الدوبامين اللي هو بيعمل السعاده او البليجرنس ده بدا يبقى هاي، زي ما انت بتقول الميلاتونين. صح، الميلاتونين ده بينيل الدوبامين ده بتاع السعاده. تمام. فتلاقيك ان مود تشيلد اوت زي ما انت قلت. فانت تلاقيك ان انت عايز تاخده تاني وتاخده تالت وتاخده رابع. او لو انت معتمد على فكره الاكتيفيتي، عايز اقول لك مثلا يعني اما يقول لك اصل انا عندي سهر النهارده او حاجه او اكتيف اوفر نايت ورك مثلا، فانا هاخد الدوز دي بتسهرني فتساعدني ان انا ابرفورم احسن. عايز اقول لك وانس ان انت خلصت التاسك او الدوز راحت انت بتفصل تماما. عارف لما الواحد ايه
كل جسمك فصل، كل الالكتريستي اللي كانت داخله فيه بقوه دي كلها انتهت. فمره تلاقيك نايم لك مثلا بتاع 5 6 ساعات يعني او 8 ساعات رحت في الدنيا. يعني دكتور وائل احنا بنتكلم في قضيه خطيره جدا، وعايز يعني طب اللعيبه، اللعيبه يا دكتور وائل لان انت راجل عندك خبره كبيره في الحته دي، في اكيد لعيبه دلوقتي بيسمعونا هم بقالهم فتره بياخدوا الماده دي بشكل مستمر، انت حضرتك تنصحهم ان هم ازاي يخرجوا الماده دي من جسمهم بشكل تدريجي عشان ما يتاثرش. تمام. خلينا بس هنقول يعني الجزء والاكد برضه على قول الدكتور، النيكوتين زي ما قلنا بيفرز مادتين دولت، وهو ماده شيطانيه بجد لانها بتعمل حاجتين عكس بعض. وزي ما في ناس في مستقبلاتهم الاكثر في الدوبامين فبتزيد الموضوع بتاع البلاجر او الاستمتاع، والناحيه الثانيه بتبقى البرفورمانس، بس هي بتاثر على الساتايتي سنتر على الاكل او الرغبه في الاكل، فممكن بتخسس بتاثر على العضلات والدوره الدمويه في العضلات والاداء، وبتعمل طبعا نوع من انواع الهددان بتهد في الجسم زي ما الدكتور فعلا اكد على المعلومه دي. علشان الواحد يبتدي يتخلص منها بالظبط بالتاكيد لازم بيتعامل مع الضغوط بشكل اخر، ما يعتمدش على هذه الماده عشان يتعامل. يعني اول حاجه، اول حاجه نقول عليها لازم يبقى في ريبليسمنت فروم ذا سايكولوجيكال بوينت اوف فيو، او من الناحيه النفسيه يبقى في بديل علشان ما يتسحبش منه الموضوع ده مره واحده. بالظبط بالظبط، لازم تبقى بالتدريج مثلا من اسبوع لاسبوعين، ما تبقاش اطول من كده. الحاجه المهمه الثانيه ان في اكلات يعني التغذيه بقت لها دور رهيب في موضوع الريلاكسيشن وفي موضوع طبعا بناء العضلات وحاجات كده، بس من ضمنها بتعمل البلاجر، يعني بعض الاكلات وبعض الوجبات ممكن تتاخد فممكن تحسن المود ويبقى الواحد ريلاكسد برضو ببعض الاكلات، والعكس ممكن بعض الاكلات العاديه خالص. يعني زي ايه اللي بتحسن؟ احنا مثلا موضوع الإقلاع عن التدخين بنحاول إن احنا نزود الحاجة اللي فيها الليكوبينز، الحاجات اللي هي زي الطماطم زي الجزر البتنجان، الحاجات دي فيها مادة تشبه النيكوتين بتعمل نفس التأثير تقريبا، بس تعتبر نيكوتين نباتي أو يعني تبغ نباتي بالضبط، ريبليسمنت يعني بديل ليه. بالضبط. الحاجات اللي فيها السكريات بالتأكيد، الحاجات النطس والحاجات اللي هي الحاجات دي كلها، الزبيب، الحاجات دي كلها جميلة، بس طبعا الدكتور أو الشخص المتخصص في التغذية اللي مع الفريق ممكن يعمل كده. التمرينات، في تمرينات تنفس معينة ممكن تتعمل، دخول الأكسجين الأوض أو غرف الهايبربارك أكسجين أو كابينة الأكسجين هايلة 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 في الوقت، في الوقت بتاع خروج، في الوقت بتاع سحب المادة صح؟ مهم ان يبقى ان انت تروح الشامبر كده، دي بتعمل نوع من انواع الديتوكس. انا بس عايز اقول كمان ان السنوس الواحده منها هي عامله زي التي باجز كده، فالواحده منها لما بتتحط بتعادل 3 سجاير، فعشان كده زي ما حضرتك قلت كده جربتها حسيت بدوخه. المشكله في التبغ ان يعني احنا بنتكلم على النيكوتين واضراره وفوائده، زي قلنا فوائد، انما في دلوقتي في التبغ ده بلاوي مسيحه، يعني حاجات كثيره جدا تعمل السرطان زي ما حضرتك قلت والدكتور اكد، بتعمل كل الالتهابات اللي في الجم وفي المنطقه ديت، بتعمل طبعا تغير في الشخصيه، يعني فعليا الشخص بيبقى عصبي، ممكن يبقى بيتصرف بتصرفات غير يعني مقدره منه، لان الجرعه بتاعته زي ما قال الدكتور برضو بتبقى انسحبت من جسمه في فتره، فبيحتاج الجرعه، فممكن يبقى طول الماتش متضايق ومتنرفز لحد ما ياخد الجرعه بتاعت النيكوتين، ففي لخبطه رهيبه. يعني انا بجد مبسوط قوي قوي ان شاء الله يا دكتور، هنفضل ان شاء الله يا دكتور هنفضل ورا الموضوع. انا بشكرك جزيلا في الرياضه، بشكرك يا دكتور على مداخلتك معانا، وبتمنى لك التوفيق. دكتور وائل صفوت رئيس اللجنه الدوليه لعلاج ادمان التبغ، يعني انا بصراحه يعني عرفت دلوقتي سر مهم جدا، في لعيبه كتيره جدا بيخش فيها جوان وبتضحك ليه ساعات ساعات تلاقي واحد ضيع فرصه كده وتلاقيه اللي هو صح في كتير في لا في مبسوط لا في ها في مش حاسس لا بالجمهور ولا اي حاجه اللي هو تشيل صح في